تحل الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر لتتوجها تعز باحتفال صاخب بالذكرى العزيزة على القلوب، حيث تقيم المحافظة مهرجانا كرنفاليا يشارك فيه الآلاف من أبناء المدينة وسط شارع جمال وبحضور قيادات من السلطة المحلية والجيش الوطني. رغم الحصار الذي دام أكثر من 4 أعوام إلا أن تعز تحتفل بأعياد الثورة المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفبراير. هذا العيد يجب أن نحتفل به بمستوى أكبر وأكبر، لأن هناك قوة ظلامية تريد أن تبدد هذا اليوم وعظمته وقدرة التحول الذي حصل بعون الله وبتضحيات قوافل من الشهداء من الضباط الأحرار الذي قادوا ثورة 26 سبتمبر وفكوا وكسروا تلك القيود التي كبل بها حكم الإمامة. أهازيج تراثية ولوحات غنائية ورقصات شعبية ومشاهد متنوعة تجسد الانتماء لمشاريع الحياة والانتصار للجمهورية الرافضة لمشاريع الرجعية، إذ يرى أبناء مدينة تعز أن واقع حرب الانقلاب الذي تعيشه اليوم ما هو إلا امتداد لتاريخ النضال الطويل الذي يرفضون معه كل أشكال التمرد والعودة بالبلاد إلى الوراء. في مدينة تعز وفي كل محافظات الجمهورية المحررة يجدد الشعب اليمني أنه سيطيح بأي حكم إمامي أتى بثوب جديد. الشعب اليمني يرفض أي حكم إمامي. الشعب اليمني يجدد العهد والوفاء لشهداء ثورة 26 سبتمبر. خرجنا اليوم إلى شارع جمال للاحتفال بذكرى الثورة المجيدة، ونؤكد عزمنا على مواصلة المشوار في طريق النضال حتى تتحرر كل البلاد. لوحة المهرجان الكرنفالي هذه جزءا من فعاليات ثورية متنوعة تم الإعداد لها وجرى تدشينها بإيقاد الشعلة، كما تتبعها فعاليات ثقافية وأمسيات بحسب القائمين على برامج الاحتفال بذكرى الثورة السبتمبرية الخالدة. تحتفل تعز بالذكرى 57 لعيد الثورة متغلبة على كل الظروف المحيطة بها، وسط آمال ينشدها المواطنون في أن يحتفلوا العام القادم وقد تحررت المحافظة وتخلصت من الحصار الذي يطوقها منذ سنوات. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.